كلامنا لسه متواصل عن الدوريات العالمية والسوبر كمان الأوروبي. خلينا نرحب بضيفنا العزيز نادر عبد الناصر الناقد الرياضي. أستاذ نادر بونجور، أهلا بيك. بونجور يا أستاذ نهاوند، صباح الخير يا أستاذ كريم. صباح الفل. صباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، منور الدنيا. وعايزين بقى النهاردة ندردش كده مع حضرتك في الدوريات الأوروبية المختلفة، وتعالى نبتدي بالدوري الإنجليزي اللي انطلق بالفعل، ورؤيتك للجولة الأولى حجم المنافسة فيها كان عامل إزاي؟ وهل تقدر بموجب اللي شفته في الجولة الأولى تستنتج النهايات هتكون عاملة إزاي؟ يعني طبعا بالنسبة للدوري الإنجليزي طبعا بدأ برضو بشكل جيد ومثير، كان في إثارة في بعض المباريات، شفنا ماتش تشيلسي وليفربول كان قمة الجولة لكن ما عجبنيش على المستوى الفني بشكل كبير جدا. الماتش اللي كان ممتع بصراحة على المستوى التكتيك والأفكار التكتيكية كان بيرني ومانشستر سيتي. الجولة الافتتاحية كان كومباني وجوارديولا في شغل مميز جدا. أعتقد في اللقاء ده ظهر بعض الأفكار اللي ممكن يتبعها بيب جوارديولا في فك شفرات كسر ضغط الخصوم، لما قدم إيدرسون حارس المرمى وبقى زي قلب مدافع كده بجانب اللاعب مانويل أكانجي، ساهم بشكل كبير جدا واستغل إيدرسون اللي هو بيلعب كرة بشكل جيد جدا، فهمها كمباني فعمل كثافة عددية في وسط الملعب، فبالتالي راح جوارديولا لاجئ لعملية التمريرات الطولية من إيدرسون لهالاند وتحركات دي بروينا طبعا قبل ما تصاب ودخول ألفارز في وسط الملعب والحركة بين الخطوط. كل هذه الأمور طبعا ساعدت في ربكة لدفاع بيرني. السيتي خلق محاولات وحلول هجومية بشكل كبير جدا من خلال مهارات برضو برناردو سيلفا، وأعتقد كان يستحق المكسب. وطبعا السيتي بيستمر على الأداء الرائع وفريق مرعب بصراحة. بالنسبة طبعا لمانشستر يونايتد، يعني ما ظهرش في اللقاء الأول بشكل جيد، كان في مشاكل كتيرة جدا خاصة على مستوى التمركز في الأخطاء الدفاعية. كمان في نقطة يعني فنية شفتها في اللقاء، أعتقد إيريك تين هاج المدرب لاعب ماونت وبرونو فرنانديز وكاسميرو الثلاثي، أعتقد في مشاكل كتيرة جدا في تداخل في الأدوار في الملعب بين برونو ولاعب ماونت الصفقة القديمة من تشيلسي. كان لازم برونو يتأخر شوية ويلعب صانع لعب متأخر، هيبقى كشف الملعب أكتر وهيدي حرية أكتر لماونت كمان في الحركة في أنصاف المساحات. لكن كإجمالا أعتقد كان بداية مميزة جدا، وأنا شايف إن فريق ليفربول يعني محتاج لسه شغل كتير. صحيح طبعا. طب وارسنال برضو استاذ نادر، رايك ايه في اداء ارسنال؟ وارسنال الموسم اللي فات ابتدى بقوه شديده جدا لكن ما حافظ يعني على هذا المستوى. الموسم ده انت شايف ازاي بدايه الوديه وتالقه برضو؟ هل ممكن يستمر كده ولا برضو هيتكرر نفس السيناريو من وجهه نظرك؟ لا انا اعتقد ارسنال بعد ما جاب صفقات زي تيمبر وديكلان رايس وهافيرتس هيساهموا بشكل قوي في الجانب الهجومي. شفناه مع نوتنغهام فورست كسب بصعوبه لكن كان مكسب يعني معنوي ويقدر ينافس. الميزه في ارسنال في اللقاء ده اللي هو لعب بشكل ديناميكي مختلف. كان بيلعب لما هو ماسك الكوره 3 2 2 3 تحركات مميزه جدا. نوتنغهام كان بيلعب ميد يمبلوك ضغط متوسط وكثافه عدديه، فبالتالي ارسنال وجد صعوبه في التمرير واللعب في العمق، فكان عنده خداع ارتيتا. حاول تيمبر يلعب في انصاف المساحات في الجانب الايسر واوديجارد في الجانب الايمن عشان يساهم ويدي فرصه لخلق موقف واحد لواحد سواء لهافيرتس على الجانب الايسر او ساكا على الجانب اليمين. وطبعا كان في زياده عدديه على الاطراف في فريق ارسنال ونجح بشكل كبير جدا اللي هو يهدد مرمى نوتنغهام فورست وقدر يكسب ولكن بصعوبه. والنقطه المهمه في فريق ارسنال اللي هو اعتقد انا شعرت اللي هو عنده نفس الدافع والطموح بتاع السنه اللي فاتت، اعتقد هيستمر لنهايه يعني يقدر ينافس السيتي نقول الموسم ده بشكل كبير. اعتقد هينافس بشكل كبير جدا وهيبقى نفسه اقوى من الموسم الماضي. طيب خلينا نقف شويه عند ليفربول. وحضرتك يعني قلت ما معناه ان البدايه الموسم ده مع ليفربول ما هياش الامثل، ما هياش البدايه الاقوى، واكيد مش هنختلف ان ليفربول في الفتره الاخيره عموما حتى في اخر كام موسم يعني او اخر موسم بصفه خاصه كمان مش ده ليفربول اللي احنا عارفينه. في رايك ليفربول ايه اللي بينقصه عشان يرجع مره ثانيه يعني يتم تتويجه ويعني ويستمر في الحصول على القاب؟ ايه اللي ناقصه؟ يعني انا اعتقد ليفربول يعني في لقاء تشيلسي حتى في البري سيزون والجولات التحضيريه ما قدمش الاداء الكبير او المقنع. انا شايف اللي هو ينقصه يعني هو مشى لعيبه مميزه جدا زي فابينو وهندرسون طبعا راحوا للسعوديه، ما عوضهمش بلعيبه جيده. يعني انا شايف بيلعب بثلاثي وسط ملعب سوبوسلاي من الصفقه الجديده مع ماك اليستر وجاك، ولعيبه طبعا ما عندهمش اللاعب رقم ستة اللي احنا بنقول عليه في كره القدم دستروير بيقطع ويفتك من الخصوم بيفسد الهجمات، بينقصه بشكل كبير جدا. فبالتالي
فايه اي تحول فبيبقى فيه الحته في وسط الملعب ده فاضيه فريق ليفربول، فكان محتاج لاعب رقم 6 كمان. بقى ليفربول عن السنين الماضيه اللي كان خد فيها دوري ابطال اوروبا بطيء جدا في عمليه الضغط العكسي، فبالتالي صحيح. ما بقاش يستخلص الكره من المنافس بشكل طبعا. سريع زي ما كان بيعمل قبل كده. الثلاثي الامامي محمد صلاح جوتا او نونيز او لويس دياز، الثلاثي ما فيش تناغم بشكل كبير جدا، فتحس صحيح. برضو في حاجه مفقوده طبعا. وطبعا قلبي الدفاع كونتيه وفيرجيل فان دايك لسه برضو فيه مشاكل وبطء بشكل كبير جدا. فانا اعتقد اهم نقطه في فريق ليفربول لازم يحسننا، يجيب لاعب رقم 6 قوي بدنيا زي ما احنا بنقول، يقدر يقطع الكره من الخصوم وكمان يبقى قوي في عمليه الضغط.